صباح الخير، ان شاء الله تكونوا بخير وبسعادة. احنا بس هنتكلم على ريفيو عن المادة بتاعتنا، وهنتكلم عن الـ environmental social and impact assessment. فاحنا التارجت بتاع المادة كان عندنا 4 objective، ان احنا predict environmental impact of a project. يعني احنا هدفنا من كل كورس ان احنا نعمل prediction لل environmental impact بتاع البروجكت، ونجد وسائل ان احنا find a ways to reduce ال adverse impacts، يعني ال bad impact وال avoidable impacts ازاي نقللها، وبحيث ان احنا نعمل سوت للبروجكت عشان سوت يقابل ال local environment يعملها ازاي، ونعمل بريزنت البريدكشنز اللي الاوبشن عشان الديسيجن ميكرز ياخدوا قرار باقامه المشروع باقل الاضرار ممكنه. ده كان الهدف بتاعنا. فاحنا بنشوف بشكل عام البرنسيبال فينومينا والباسوي فينومينا للسويل كونتامينيشن والاير بوليوشن والنويز والهيلث والنويز هيلث افكتس والإيكولوجي والجيولوجي والووتر بوليوشن والتوريست إفكت لو كان المشروع ليه توريست إفكت. التوريست إفكت حاجة مهمة، كان بنتناول التأثير الإيجابي والسلبي لهذا المشروع. الـ EIA أو الـ ESIA ده موجود في كل دول العالم، شاينا، الأوروبيان يونيون، أمريكا، وكان عندنا 7 كي رئيسية لأي any project. ايه هما؟ 1 description of the project، نصف المشروع. وهنا description of the project هو environmental description، مش تقول لي انه المشروع فيه كم مكنة، وانا يهمني input and output data، يعني الكميات اللي هتخش له ايه وهيطلع تلوث قد ايه وcontamination قد ايه، وبدائل اقامة هذا المشروع لو ليه بديل. وكمان هنتكلم على نقطة 3 دي مهمة قوي، description of the environment، وصف المشروع، البيئة المحيطة بالمشروع قبل الانشاء، من ناحية الهواء كام، التلوث كام، انا هنا بقول كام ارقام قياسات محددة عشان بعد كده لما نعمل ايه significant impact اللي هي نمرة 4 نقول انه البريدكشن بتاعنا انه هيتغير الـ air pollution من كذا الى كذا، وراها هنعمل ايه ميتيجيشن عشان نقلل من هذا التأثير السيء، وراها لازم نعمل نون تكنيكال سامري صغيرة، ورقة ورقة ورقتين، واخر حاجة الميديفيكالتز اللي قابلتنا في المشروع. ده كان 7 عناصر المهمة. في نقطة 3 اللي هي description of the environment بنتكلم على 7 key area اللي هي الاير كواليتي، النويز، الووتر بوليوشن، السيرفيس ووتر، الفونا والفيورا، البيولوجي، التورست، السوليد اند ويست اند الهازاردس ويست، الليكويد ويست، الانرجي يوز، الفيكل اند ترافيك اكسس، السوشيال امباكت، وده حاجه مهمه قوي، التاثير الاجتماعي للمشروع. وبنتكلم كمان على السوشيو ايكونوميك امباكتس، وممكن نضيف حاجات اخرى على ديبندنج على المشروع، الايتم اللي كان بيه ادد ايه وايه وايه، نقدر نضيف ايه وايه على المشروع. دول الارياز المتعددة اللي احنا بنوصفها في نقطة نمرة 3 اللي هي description of the current environment، او ساعات نسميها البيزلاين ستدي او البيزلاين ستدي زي ما قلتها. طيب بعد كده بنشوف significant impact لهذا المشروع، ثم اهم نقطة الميتيجيشن، هعمل ايه؟ هعمل الداتا دي اللي انا جبتها وطلع عندي تأثير سيء للضوضاء، تأثير سيء للاير كواليتي، الاير كواليتي هتسوء، الهواء يتلوث، اعمل ايه؟ هو ده السؤال المهم، هو ده الانجينيرنج اللي في الموضوع، نعمل ايه علشان هذا الموضوع يتم. بعد كده الريبورتنج او التقرير اللي انا بعمله بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه مجموعه العناصر دي، اكزيكتيف سامري، ملخص، لان المشروع بالشكل اللي فات هيبقى ضخم جدا، اكزيكتيف سامري 20 30 ورقه تشرح لي وتلخص لي كل الدراسة بالكامل، ثم انا ماشي على انهي قانون، الليجل والادمنستريشن فريم ورك، بعدين الديسكريبشن اوف ذا بروبوزد بروجكت، ديسكريبشن اوف ذا انفايرمنت اللي هي النقطة المهمة قوي اللي لسه كنت قايل العناصر اللي هندرسها ايه فيها، السيجنيفيكانت امباكت، الاناليسيس بتاعت البدائل،
لو عندي mitigation و EMP او environmental management plan او environmental monitoring plan. ثم ال interagency and public non-government organization involvement لو فيه وليست اوف ريفرنس. ده العناصر اللي بيحتوي عليها التقرير، وده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه. وقلنا ان الاستراتيجيك انفيرمنتال اسيسمنت ده عباره عن التخطيط الاستراتيجي، عباره عن السيستم كوبريت توجذر لاريا محدده. ده زي مثلا الاتحاد الاوروبي عامل استراتيجيك انفيرمنتال اسيسمنت لدوله، هيعملوا ايه ويعملوا ايه ويعملوا ايه. واتكلمنا في هذا الكلام بالتوصيل. اي بروجكت بيمر بثلاث مراحل: ديزاين فيز، كونستراكشن فيز، اند اوبريشن فيز. لما اجي اقول انفيرمنتال مانجمنت بلان بتكلم على الكونستراكشن والاوبريشن، اعمل ايه في دي واعمل ايه في دي. ده كان اول حاجه كنا خدناها في هذا المشروع الموضوع. تاني حاجه كنا اتكلمنا عليها عن النويز، واتكلمنا عن الضوضاء والعناصر المختلفه فيها، وهنراجعها مع بعض بسرعة. فاحنا هنتكلم على النويز بروباجيشن، وعلى الديفينيشن بتاعتها، وعلى النويز ليفل او النويز اسيسمنت. وهنتكلم على طبعا النويز بقت في حياتنا من اول الثورة الصناعية، بقت النويز تعرفها ايه. النويز هي الانوانتد بارت اوف ساوند، الجزء اللي غير مرغوب فيه من الصوت، اللي انا مش عايزه، اللي بيضايقني لما بسمعه فعايز اتخلص منه. وطبعا كل الحياة بتاعتنا اليومين دولا، من طيران، وسائل نقل، مصانع، كل دي مصادر متعددة للضوضاء. قلنا ان النويز عندنا ثلاث انواع: continuous وintermediate وimpulsive noise. وقلنا ان كل واحدة ليها خواص، وقلنا انه احنا النويز بينتشر في الهواء معتمدا على مجموعة من المراحل، من مجموعة من العوامل، هي التايب اوف سورس، نوع السورس بتاعتي ايه، هل هي لاين سورس ولا بوينت سورس ولا سيرفيس سورس. وبعدين انا ببعد قد ايه عن المصدر، الديستانس فروم ذا سورس، والاتموسفيريك اتنيويشن، الابزوربشن اللي بيحصل في الهواء، ثم الرياح، ثم التمبريتشر والتمبريتشر جريدينتس، والاوبستكلز زي الباريرز، والجراوند ابزوربشن، الامتصاص بتاع الارض، والريفليكشن من الحوائط ومن الارض ومن السقف لو موجود، الهوميديتي، الرطوبه اللي موجوده، والبرسبشن بتاعي للضوضاء. وده كان ملخص للجزء اللي احنا خدناه في هذا الكلام. وعرفنا الاس بي ال يعني ايه، يعني هي ساوند بريشر ليفل. عرفنا الديسيبل هو وحده قياس، بحيث انها بتبقى لوج سكيل مش لينير سكيل. وقلنا ان ده لازم اقيس فتره زمنيه محدده، وقلنا ان وحدات الضوضاء هي ديسيبل، وهي عبارة عن بريشر، ضغط الصوت على بريشر ريفرنس، باخد له لوك. وده كان التحويل من البريشر الى الديسيبل. فبالتالي من 20 مايكرو باسكال ل 100 مليون مايكرو باسكال، بحاول التدريج الى اصغره قوي بعد ما كان التدريج كبير، بيبقى عندي 140 ديسيبل فقط. فبالتالي اقدر اتعامل معاه بشكل مور بروفيشنال. وقلنا ان النويز ليفل من الطيران اعلى من الرود، اعلى من الريلوي بشكل عام. وقلنا ان احنا لما نيجي نقلل الضوضاء، لما اتكلم على 1 و2 ديسيبل لن يشعر بيهم احد، فيبتدي من 3 او اكتر، يا دوبك الناس تبتدي تشعر بتغيير من فوق ال 3 ديسيبل. لكن ال 6 ديسيبل ده هيبقى اوبيس ان كلنا هنقول الصوت نزل. طبعا 10 و12 سيجنيفيكانت امباكت. وقلنا ان احنا بنقدر نعمل نويز كونتور مابينج للمشروع، سواء كان طيران او مصانع او غيره. وقلنا ان الصوت بقدر احلله الى الفريكوانسي دومين، بيبقى بريشر عند سيرتن فريكوانسي. وهنا قلنا ان اللو فريكوانسي بيبقى صعب معالجتها عن الهاي فريكوانسي. ده كان الجزء اللي خدناه في هذا الكلام. وادي اكزامبل للبريدكشن لنويز حوالين جنوب القاهرة والإميشنز بتاعتها. وقلنا ان هناك قوانين بتحكم الضوضاء وورد وايد، بتحكمها بشكل كامل، وانه احنا بنمشي طبقا لهذه القوانين وهذه القواعد. واحنا عندنا في مصر قانون 9 لسنة 2009 اللي هو الان، كان قبل كده في قانون 4 ل 1994، دلوقتي اتغير ل 9 لسنة 2009. ده اللي بيحكم هذا الكلام بتاعنا عن الضوضاء.
طيب وبعدين انتقلنا الى موضوع مهم قوي وهو تلوث الهواء والضوضاء اللي ممكن تحصل عندنا من تلوث الهواء، وبالتالي انتقلنا للاير. فقلنا ان الاير او تلوث الهواء لحظة واحدة هفتح السلايد بتاعت الاير. فقلنا فيها مجموعة من الحاجات المهمة، اول حاجة مهمة قلناها ان الكرة الارضية محاطة بطبقة حوالي 120 كيلو من الهواء، بعدها ما عنديش هواء تقريبا، وقلنا ان عندنا اربع طبقات للهواء، طبقة التراتوسفير، طبقة الاستراتوسفير، الميزوسفير والسيرموسفير، وقلنا ان توزيع الحرارة كل ما بطلع فوق الكرة الارضية، فلو انا الحرارة عندي في العشرينات على سطح الارض عندنا هنا، لما اطلع 10 كيلو بتنقص لحوالي ناقص 50 درجة، ثم ترتفع لحد ما اوصل لخمسين كيلو وتبقى مشابهة للي على الارض، ثم في الطبقة الثالثة اللي هي الميزوسفير تهبط الى ماينس 80، ثم ترتفع الى ماينس 20 في اخر طبقة السيرموسفير. وقلنا ان كل هي دي الطبقات اللي فيها الهواء بشكل كامل، وان كل طبقة ليها مميزات. القصة بتاعتنا كلها في الطبقة ده. اللي بيحصل ان الهواء ان الشمس بتنزل لنا اشعاعات، والازون لير موجودة في الاستراتوسفير، وانه الهيت ديسيبيشن من الكرة الارضية لما بطلع غازات بتيجي تتفاعل مع الهواء الجوي اللي موجود في الطبقة ده اللي فيها بعض البخار، وبيطلع لي حاجات بتبقى مضرة عليا. ما هو الكلين اير؟ انا عايز ايه؟ انا الكلين اير قبل ما اعمل حرق كبير، الكلين اير عندي نيتروجين 78% وعندي اكسجين 29.9 وارجون 0.9 واذر جازز 0.1% من حجم الهواء. وان قلنا ان الكربون دايوكسيد هو موجود في الهواء النظيف 330 بارت بالمليون، يعني لو جبت مليون جزء هلاقي 330 جزء بس فيهم كربون دايوكسيد، وهي النيون 18% والهيليوم 5% 5 بارتكل بير مليون، والميثان 1.5 بارت بير مليون، والاذر جازز كلها بتبقى 1 بارت بير مليون. انا هدفي ايه؟ ان انا لما اعمل مشروع احاول ما ازودش هذا الكلام، لكن لما انا بطلع الحرق بتاع الكثير اللي انا بعمله بيطلع لي اربعه مين افكت، هيلث افكت على الانسان، وامباكت على البلانت والانيمال، واسيد رينز اللي هي امطار حامضيه تنزل، وبيؤدي الى جلوبال وورمنج، وده القصه المهمه اللي بتؤثر على البيئه. وقلنا ان عندنا الهيزي دي اللي هو هذه الغازات لما بتطلع ممكن تعمل لي عقرب وضوح للرؤيه وتاثر على مستوى الرؤيه بتاعتي. قلنا ايضا ان انا نتيجه الحرق المتعدد اللي انا بعمله اللي هو كتير، ده بيجي من الترانسبورتيشن ومن المصانع ومن الالكتريستي جينيريتنج بورد، محطه الكهرباء، وكميه الحاجات الكتيره قوي اللي احنا بنعملها. هذه الكميات بتطلع وتتفاعل مع بخار الميه اللي موجود في الهواء، وتؤدي لتكوين غازات اخرى اكثر ضررا، وتنزل عندنا دروبس على الكره الارضيه، يبقى دي الامطار الحامضيه، وبالتالي تؤثر على صحة الإنسان. طيب الجرين هاوس عبارة عن إيه؟ عبارة إن أنا أدي أشعة الشمس جاية عليا، أنا جزء بينعكس وجزء بيمتص في الكرة الأرضية، وعشان يحصل ديسيبيشن الغازات اللي أنا بعملها فوق وكمية ثاني أكسيد الكربون الكتيرة بتمنع لي هذا الديسيبيشن مما يرفع درجة حرارة الكرة الأرضية. وهنا ده جراف بيوضح لنا الصورة بشكل كامل عن التأثير الضخم للعمليات الحرق المتعددة من عربيات ومصانع وغيره،
والفي او سيز اللي بتطلع من محطات البنزين فولكانيك اورجانيك كومبوننت وتفاعلها. وزي ما قلنا ده بينزل على الميه، احنا اللي بنشرب الميه، ينزل على النباتات احنا بناكلها، بيؤثر مع مرور الوقت على الحياه بتاعتنا ويؤدي الى امراض اخطرها السرطان. هذا هو الجزء المهم في هذا الكلام. الاميشن يا اما ممكن اقسمها الى مان ميد اللي الانسان عملها وناتشرال. الناتشرال اللي هي بتبقى طبيعيه زي البراكين واللايتنينج والفولكانو، واحنا بقى عندنا المان ميد يا ستيشنري سورس، مصادر ثابته، محطات الكهرباء والمصانع وغيره، يا موبايل سورس، يا حاجات متحركه، والحالتين بيطلعوا ويؤدوا الى التلوث. وقلنا انه عندنا سورس اوف اير بوليوشن اكوردنج تو يونايتد ستيت كرايتيريا عباره عن البي ام بارتيكوليتد ماترز، سي او او الاكسيد الكربون، نوكس اند سوكس، نيتروجين مونوكسيد ودايوكسيد، ده بنرمز له بالرمز نوكس، والسوكس اللي هي اس او اكس اس او 2 ومركب وعائلته، والليت وال ان اتش 3 ده اللي بيطلع من الفلترايزنج بلانت اللي احنا بنعملها عشان نطلع منها الاسمده وغيره، والاو 3 ده بيأثر على الازون اللي بيطلع من كل الفيكلز ومن عمليات الحرق المختلفه. دول السبعه المهمين. بس كمان عرفنا بي ام 2.5 وبي ام 10، بي ام 2.5 وبي ام 10. بي ام 10 البارتيكليت اللي حجمها 10 مايكرون وبتبقى في الهواء، دي بتؤثر على الرؤيه، بنشوفها في مصر عندنا لما بيكون في رياح خراسين وبتبقى زايده. البي ام 2.5 ده خطورته انه بيستنشق من المناخير ويدخل على الرئه ويؤثر على صحه الانسان. دول يمكن اهم اثنين في الايه، في البيرتيكوليتد ماترز او البي ام. طيب قلنا الفي او سيز الفولكانيك اورجانيك كومبوننت حاجه مهمه لانها بتطلع من محطات البنزين وبيبقى ليها رائحه متميزه وتؤثر بشكل سيء على الانسان لو تعرض عليها بشكل لمده طويله، وبتؤدي الى امراض متعدده. عشان كده اللي بيشتغلوا في محطات البنزين لو نقدر نشغلهم سنتين او ثلاثه فقط وبعدين اعمل له روتيشن يشتغل في حاجه ثانيه يبقى كويس. كل ده عشان احارب الجرين هاوس افكتس والعناصر المختلفه. طبعا احنا الاميشنز دي احصائيه بتقول ان احنا بنطلع رقم مش كبير قوي ريليتيف للعالم، واحنا اخذنا كمان الاير كواليتي مانجمنت موديل، وهو ان انا عشان احسن الجو او جوده الهواء في مكان اعمل ايه؟ اول حاجه اعمل استابليشمنت لل الهيلث كولز اللي انا عايزها، انا عايز الاميشن تكون كام، وبعدين هاو تو ريديوس او ريدكشن ار نيدد، انقص ده عايز اخليه من 50 ل 10، اعمله ازاي؟ ايه اللي انا هعمله فيها؟ المصادر بتاعتي ايه؟ وبعدين اشوف اعمل هاو تو اتشيف الريدكشن ده وازاي احل المشكله، ثم اعمل امبلمنتيشن اللي انا حددته ان انا اعمل له ريدكشن، ثم اعمل ايفالويشن واعيد الدوره تاني. لو كنت حققت خلاص اكمل، احط هدف اعلى وابدا اكمل، او لو ما حققتوش اشوف ليه وابدا اعمل في السايكل ده واعمل اير كواليتي مانجمنت موديل. بعد ذلك احنا انتقلنا لموضوع مهم للغايه، كان الجرين انجينيرنج، واعتقد ان احنا في الجرين انجينيرنج اتكلمنا على مجموعة حاجات كويسة قوي، وهي احنا هنعمل جرين انجينيرنج ازاي. احنا كنا قلنا انه في الموضوع بتاع جرين انجينيرنج مجاش من فجأة، مجاش من فراغ، ده مشي خطوات. سنة 1962 كانت الكتاب المشهور بتاع سايلنت سبرينج، ثم سنة 68 نادي روما او كلاب اوف روما، وبعدين ريو دي جانيرو سوميت اللي حصل في البرازيل، وبعدين كيوتو اجريمنت، ده لاند مارك مهمة قوي اللي هم حطوا اهداف سنة 1997 عشان تخفيض الكربون ريدكشن، وبعدين بدأنا من سنة 2009 مؤتمر الارض اللي بيحدث كل سنة وبيحضروا رؤساء العالم، ودلوقتي بيبقى يجي بعد مباشرة الجمعية العامة للأمم المتحدة يناقشوا فيه هيعملوا ايه. طيب
احنا كل ده تمهيد لاني اقول ان ما جاتش من فراغ، ده كان جاي من عمليات تمت قبل كده. طب ايه التجرين تكنولوجي اللي اقدر اعملها في مصر واقدر تبقى ناجحه وتجيب نتائج كويسه؟ 4 ايتم: سولار ووتر هيتنج سيستم، تسخين المياه بالطاقه الشمسيه. 1 2: البايوماس، استخدام السوليد ويست والاجريكالتشر ويست في اني اعمل منها بايوماس، ثم الويند انرجي او الويند تيرباين، ثم الفوتوفولتيكس اللي ولد كهرباء بالطاقه الشمسيه. احنا في مصر ده خريطه الطاقه الشمسيه في العالم، نقدر نقول ان المناطق الحمراء دي اعلى مناطق فيها شمس طول السنه، تقدر نولد من متر مربع في اليوم حوالي 6 كيلوات، وده رقم كويس قوي، واحنا جنوب مصر بيقع في هذا الاطار وده كويس. التكنولوجي بتستعد استخدام الطاقة الشمسية في تسخين مياه بسيطة للغاية، مجرد سيمبل سيستم، ادي كوليكتورز بحطه علشان يسخن المياه اللي جواه، وفي جوه مجموعة من المواسير تسخن، ثم اخذ المياه السخنة احطها في تانك، والتانك ده ايزوليتد، وطبعا عندي مدخل ومخرج علشان لما اجي استخدم المياه اخدها من المخرج، وسبلاي عشان يديني المياه البارده. وده تم فعلا في بعض المناطق، وده كان مشروع امم متحده، 25,000 بيت اتوصل لهم مياه ساخنه في مصر سنه 2000 وغيرها. وطبعا هنا بتقلل فاتوره استهلاك الكهرباء بشكل كبير. وفي العالم ايضا في تجارب كثيره في هذا الموضوع. البايوماس ممكن اعمل منه حاجتين، يا اما احرقه بطريقه منظمه واولد منه كهرباء، او اعمله فلتلايزر، اعمله اسمده عضويه للنباتات. طبعا العناصر اللي ناقصاه بضيفها عليه واطلع بيلي الصغيره، اقطعها واطحنها واطلع بيلي الصغيره، او احرقه بشكل منظم. واحنا عندنا بعض التجارب في جنوب شرق اسيا، 220 طن من الرايس اسك اللي هو قش الرز، 220 طن بتطلع 7.5 ميجا وات كهرباء، which is very good. البديل عن كده بيعملوا حرق مفتوح، وده بيبقى كارثه، بيطلع ثاني اكسيد الكربون وغيره. الويند تيرباين طاقه الرياح تطورت قوي، وبقينا بنقدر نولد كهرباء من الرياح بشكل جيد. عندنا في مصر الويست ديزرت والريتسي اريا، الريتسي اريا من المناطق كويسه قوي والمعيدة، وفيها عمليات بتتم فعلا. وده كيرفي بيوريني طبقا للويند سبيد، احنا عندنا في منطقه البحر الاحمر حوالي 19 متر بير سكند، والرياح اتجاه واحد تقريبا، فيبقى اقتصاديه قوي ان احنا نعملها. طيب احنا عندنا 3 انواع من الويند تيرباين. يا لارج ويند تيرباين بتعمل باي باك في 5 إلى 10 سنين طبقا لسرعه الرياح، ميديوم سايز من 10 ل 15 سنه، وسمول سايز بتعمل باي باك من 15 الى 20 سنه. فاحنا الرينج بتاعنا بنتكلم على الميديوم الى لارج، خصوصا في البحر الاحمر. المايكرو ده ابلكيشن كتيره قوي ممكن نعملها في الموتور هومز اللي بعض الناس بتطلع على الغابات، ممكن يجيب مصدر من الرياح يولع لمبه في الكهربان بتاعه او حاجه من هذا القبيل. مايكرو، فمش حاجه بتطلع كهرباء كتيره، حاجه صغيره قوي لكن بتبقى منقذه في بعض الاماكن. اخر حاجه اتكلمنا عليها وهي الفوتوفولتيكس، وده احنا بنستخدمه وبنجده دلوقتي موجود عندنا في كل الطرق الصحراويه اللي موجوده في مصر، اللي هي طريق مصر اسكندريه وغيره. بجد ان انا ممكن اعمل اعمده الاناره بهذا الشكل، اولد كهرباء واخزنها في بطاريات، وبالليل ارجع استخدمها. ده كان اللي اتكلمنا عليه في الجرين تكنولوجي. وبعد كده اتكلمنا على موضوع تاني مهم، هو السوات اناليسيس، وقلنا ان السوات اناليسيس تعني الاربع حروف دولا، بيعنوا 4 حاجات. الاس تعني السترينس بتاع المشروع، الدبليو تعني الويكنس اللي في المشروع، الاو الاوبورتونيتي اللي بيخلقها المشروع، والتي اسرت او المخاطر اللي بيعملها المشروع.
يبقى انا اي مشروع له نقاط قوه ونقاط ضعف وأوبورتونيتي فرص واعدة بخلقها وسيلة مخاطر بيقدر نحللها لكل مشروع. وبعدين ده اللي احنا اتكلمنا عليه في هذا النقطة. ثم انتقلنا لحاجة مهمة خالص بعد كده وهي الكلايمت تشينج. والكلايمت تشينج طبعا ده حاجة رئيسية وفي منتهى الأهمية. الكلايمت تشينج اما تجينا اتكلمنا عليه قلنا ان الكلايمت تشينج فرق بينه وبين الويزر فوركاست ان الكلايمت تشينج بيبقى التوقع لفتره طويله بينما الويزر فوركاست الفتره قصيره ما تزيدش عن اسبوعين. لكن الكلايمت تشينج بتكلم على سنوات من التغيير المناخي. احنا بندرسه ليه؟ لان ده ليه علاقه رئيسيه بالمشروعات. لان انا عايز اعمل مشروعات ما تطلعليش جرين هاوس افكت، ما تعملش تاثير سيء على الانفايرمنت. ما هو كلايمت تشينج؟ كلايمت تشينج ا براوند رينج اوف جلوبال فينومينا كرييتد بريدومينانتلي بالحرق بتاع الفوسيل فيول. يعني ده بيبقى الاساس بتاعه ان انا بحرق كميات كبيره وهذه الغاز بتعمل كرابس بتتحبس في الغلاف الجوي مما يؤثر علينا بشكل سيء. واحنا شفنا ان حوالي درجة حرارة الكرة الارضية ارتفعت 8 من 10 في النص دكيت. وعندنا ايفيدنس لهذا الكلام. ايه هي الايفيدنس؟ 9 global temperature rise warning ocean والمحيطات تبقى ادفى shrinkage of ice sheets تقل الشيتس اللي في من الايس اللي موجوده في البحار. جوكال ريتريت ديكريس سنو كفر يقل السنو كفر. سي ليفل رايز البحر بيطلع يرتفع امامكم. ديكلاين ارتيك سي ايس القطب الجنوبي والشمالي بيقل الثلج فيهم. واحنا بنشوف بعد كده نقطه 8 اكستريم ايفنت انه بيحصل عندنا حاجات غير طبيعيه ما كانتش بتبقى موجوده زي موجة حرارة عالية، موجة رياح قوية، اوشن سولديفيكيشن ان المحيط يحصل فيه زيادة في السولديفيكيشن اللي فيه. ده كان الايفيدنس بتاعت الكلايمت تشينج. طيب احنا عندنا ايفيدنس احنا لما بنقول الهواء الجوي بيطلع، انا اسف، الغازات بتطلع في الهواء الجوي بتتكون مع تتحد جزيئات بتاعت الووتر فيبر اللي موجود في الهواء الجوي اللي هو H2O والنيتروجين مونوكسيد والكربون دايوكسيد والميثان يكونوا لنا تركيبه جديده من الغازات المضره. طيب احنا ايه الساينز بتاعتنا؟ الكربون دايوكسيد وصل ل 409 بي بي ام بعد كان 330 بي بي ام. فده علاقه بتقول لي ان البي بي ام عماله تطلع لحد سنه 2019 زي ما انتم شايفين. ارتفاع الحرارة بتاع الكرة الأرضية سنة 2016 ريلاتيف ل 2002 الارتفاع حوالي 9 من 10 من الدرجة سنة 84 وسنة 17 ادي علاقة توريني الارتفاع. الايس عمال ينزل وادي العلاقة اللي بتبين الايس مينيمايزنج. احنا بنعرف ازاي؟ ده بقت سهلة قوي دلوقتي لان انا باخد صور اقمار صناعية لسنوات مختلفة وقارنها الاقي فيه اختلاف كبير في الاي شيتس. طيب والسي ليفل طبعا بنفس الشكل. ماذا سيحدث في المستقبل؟ المستقبل هيحمل معاه 7 من افكتس. 1 تمبريتشر والكونتينيو تو رايز فورست فري سيزون تشينج ان برسيبيشن باترن مور دراوت اند مور هيت ويفز. هنشوف موجات جفاف وموجات حر شديده. Hurricanes will become more very strong, become more stronger وintense. Sea level هيطلع مستوى سطح البحار من 1 إلى 4 feet. يعني رقم سنة 2100 مش قليل. وممكن نحصل ان لا قطب جنوبي ولا شمالي يبقى فيهم تلج. طبعا دي فيتال ساينس. وكل واحدة من دول احنا بنشوف تأثيراتها ايه.
عشان نعمل هذا الكلام ايه الاستراتيجيه نقلل من هذا الكلام؟ رينيوبل انرجي نستخدمها بكثره زي ما كنا بنتكلم على جرين بيلدينج جرين انجينيرنج انرجي اند ووتر افشنسي سستينبل ترانسبورتيشن عشان اعمل مينيمايزنج للميشن بتاع السي او 2 سستينبل انفراستراكشر وده كله هيحسن من الاداء بتاعنا بشكل كبير. شكرا جزيلا. ده كان ريفيو عن كل المنهج بنلمه مع بعضه علشان يبقى بين بوينت وكونسنتريشن جيد ان شاء الله لينا. شكرا جزيلا.